مشاهدينا متابعينا، مع الفوز والنجاح دائما والتميز لمحافظة طول كرم دائما فارسات النجاح، نتواصل تغطية مباشرة من تلفزيون الفجر الجديد، ونلتقي مع فارسة النجاح دنيا جيتاوي من بلدة كتابة. أول شيء ألف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيكم. دنيا، كيف كانت الدراسة وكيف كان شعور الأهل عند سماع النجاح، علامة النجاح؟ الحمد لله أهلي انبسطوا لما سمعوا بهذا المعدل، وكمان يعني أنه لازم نظمت وقتي ودرست أسئلة سنوات سابقة، وأهم شيء أهم شيء نتابع أول بأول. كنت ضمن برنامج معين؟ لا ما اتبعتش برامج، بس انه انا كنت حريصة على وقتي بشكل منيح، وكنت ادرس اول باول اللي بدرس عيده. يعني شو ناوي تدرسي؟ محاماة ان شاء الله. محاماة ان شاء الله. طيب لمين تهدي هذا الانجاز والتفوق؟ طبعا لاهلي ولكل اللي وقف معي بهاي المرحلة، ولمعلماتي ولمديرتي بالاخص. اي مدرسة؟ مدرسة بنات الكتابة الثانوية. طيب احنا نقول لكم من تلفزيون الفجر الف مبروك، وان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا لكم وشكرا لحضوركم. مشاهدينا متابعينا، بنكمل معكم دائما ونستكمل تغطية لقاءات ابنائنا الناجحين من فرسان محافظة طول كرم، محافظة التميز والتفوق. والان نلتقي الطالبة المميزة دنيا احمد تكوري. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني اول شيء كيف الشعور بالنجاح؟ والله فرحة النجاح يعني أحلى فرحة، فرحة لا توصف، فيش بعدها فرحة يعني. وكيف كانوا اللي حواليك لما استقبلوا الخبر؟ الحمد لله، يعني أنا ما توقعت أكثر يعني، بس الحمد لله رب العالمين، كنا فرحنا وكنا يعني الحمد لله رب العالمين. طيب شو ناوي تدرسي؟ إن شاء الله ترجمة لغات في النجاح. إن شاء الله. طيب عن كيف دور الأب والأم، كيف كانوا داعمينك والأهل، توفير الأجواء، كانوا يساعدوك بالدراسة، كيف كان؟ الحمد لله كلهم كانوا يوفروا لي جو الراحة، ويعني إذا كنت أدرس خلاص تقربش على الغرفة بتدرس، إذا كانوا أي شيء بحتاجه يعني بجيبوا لي إياه. الحمد لله رب العالمين يعني وقفوا جنبي كتير. يعني شغل تهديد، ما تقربوا جنب الغرفة. طيب والدتك معلمة، كانت تساعدك كتير؟ ساعدني كتير، أي شيء بدي إياه يعني بروح بسألها، يعني أكبر داعمة كانت الله يخلي لي إياه الحمد لله. والوالد؟ طبعا كلهم يعني بابا وماما وإخواني كلهم وقفوا. طيب جنبي. شو لمين تهدي هذا النجاح والتميز؟ أول إشي بهدي لرب العالمين اللي أكرمني وفي هيك معدل، وبهدي لماما بابا ويعني كلهم، تيتا كلهم، كل حبايبي، كل حد عالي، كل حد علمني حرف يعني الروضة للمدرسة، كل بهديهم هذا النجاح. الدنيا أنا سؤال أخير، يعني في كتير ناس يعني عندهم كتير بتعلموا، عندهم ناس كتير في الجامعات، يعني أكثر من 2-3 في الجامعات، يعني ما بيستطيعوا يحققوا حلمهم، يأخذوا اللي بدهم إياه نتيجة الوضع الاقتصادي وكمان عدم وجود مادي يعني يعلموا، فبروح بلجأوا لإشي تاني مع أنهم رغبتهم بإشي تاني. شو بتكون تحكي لهم؟ يعني بدرسوا يعني مش تخصصوا، بروح بدرس اي شيء تاني. يعني في واحد امبارح بدها طب وجايبه معدل عالي بس مش قادر لانه في لها 3 اخوه في الجامعه، شو هون يعني توجيهي، بس يعني هو حيكون معدل يعني، بس مش نهايه الشيء توجيه، يعني راح يبدع ان شاء الله في الجامعه يدرس شيء حتى لو ما حبه اكيد حيبدع، يعني اذا في اراده وفي يعني تصميم ان شاء الله بيبدع بكل شيء. بقول لك الف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا. مشاهدينا متابعينا، بنكمل معكم من شاشه تلفزيون الفجر الجديد في تغطيه لقاء فرسان وفارسات النجاح من ابناء محافظة طول كرم، ونحن في بلدة ارتاح، ونلتقي مع الطالبة المتفوقة أبرار حجاوي. أولا ألف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيك. يعني أبرار كيف كان يعني متزوجة وأيضا نجاح وتميز يعني ومعدل عالي كمان؟ احكي عادي من قصص خفيف. احكي عادي. مش عارف. يعني كيف انت شو اسمه، كيف درستي، كيف عملتي، كيف وصلت للمعدل، كيف اجواء البيت كانت معك، مين ساعدك، كيف بشكل عام؟ ساعدني اول اشي اهلي وزوجي، زوجي كان معين الي وكان يساعدني وكان يدعمني بكل شيء ويشجعني، وبنتي معنا كانت كثير تغلبني بس برضو ساعدتني كمان وشجعتني، واهلي كمان وفضل رب العالمين كمان، كل اللي حوالي كانوا يدعموني وشجعوني، والحمد لله حصلت على هذا المعدل بفضلهم، بفضل رب العالمين. طب شو ناوي تدرسي؟ بفكر اني ادرس محاسبة. محاسبة. طيب هذا التفوق والانجاز لمين بتهدي؟ بهدي لزوجي ولبنتي ولأهلي ولكل محبيني. طب شو بتقول للطالبات، يعني رغم انك انت متزوجة يعني عندك هالمقدرة انك ما بين بيتك وتوافقي ما بين ايضا الدراسة، يعني هذا شيء صعب لكن ما شاء الله يعني هذا ابداع. لازم الواحد تكون عندها إرادة قوية لتتفوق وتجيب معدل عالي، وبفضل اللي حواليها وإن شاء الله بتجيب معدل. طيب زوجك يعني أنت شو ردك إلها في هذه الفرحة؟
يعني أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى وتشجيعنا وتشجيعها. إن شاء الله يعني أنا انبسطت كثير، وإن شاء الله أنا بكمل الدراسة للدكتوراه إن شاء الله معنا. طيب شو راح تهديها؟ أصلا راح نروح رحلة على العقبة إن شاء الله. يا سلام. مشاهدة متابعينا، للنجاح عنوان والعنوان متواصل دائما من محافظة طول كرم. فارسات المتميزات الطالبة فرح أبو زنط، أول شيء ألف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيك يا رب، الله يسعدك. يعني فرح، كيف كان شعور الأهل وأنت لما سمعتي خبر التميز والنجاح؟ الحمد لله، والله فرحة عارمة، يعني شو بدي أكثر من هيك؟ الحمد لله. شعور حلو. أكيد أكيد. أنت أول مرة يعني بتحسي بفرح مميز؟ أكيد الحمد لله، يعني هو دائما في أفراح الحمد لله، بس هاي الفرحة أكيد فرحة خاصة أكيد. الحمد طيب. كيف كان النظام الدراسي؟ أهلك، دور أمك والدك في دعمك في الدراسة؟ دعم الأهل هذا موجود دائما، يعني شرط من الشروط. يعني خليني أحكي نظامي دراسي نظام فوضوي، ما بدي أحكي عنه كتير، يعني أتوقع زملائي وزميلاتي حكوا واستفادوا فيه وممكن يحكوا أي أحسن مني. بكتفي أنه من قناعتي الشخصية أنه كل طالب له نظامه الخاص بالدراسة وبناسب طبيعته وشخصيته، فبحتفظ فيه. يعني طب يعني أسلوب اللي تعودنا عليه في البيوت زمان ولليوم، الأم كل ما شافتك رايحة على المغسلة ولا تغسلي ولا بدك تاكلي شيء وقالت لك روحي ادرسي روحي ادرسي، موجود ولا؟ هذا ابدا ما كان ابدا ابدا ابدا. يعني اتوقع نظام دراستي ونظام التوجيهي كان ببيتنا مميز يعني وخاص الحمد لله. طيب شو ناوي تدرسي؟ انا سجلت اكثر من تخصص، سجلت هندسه معماريه وسجلت هندسه حاسوب، بينهم لسه. البيوت الاكبر معماري. معماري. طيب لما تهدي هذا النجاح والتميز ما شاء الله، يعني الواحد شو بدي احكي، يعني كلام كثير حلو في لما الواحد يكون فرحان في شيء، وخاصه اسمك فرح، يعني فرحين انت، فرح النجاح واسمك فرح. الحمد لله ان شاء الله دائما فرح. بهدي النجاح لنفسي، بهدي لاهلي، وبهدي لكل من علمني حرف من اول ما فتحت عيوني على الدنيا. ما بدي اهدي لوطني، لانه اكيد وطني مش بحاجه هذا الرقم، وطني بحاجه مبدعين مش بس حملت شهادات وحملت معدلات. والله ما شاء الله، انا يعني حابب اسلم هالميكروفون مذيع اكثر منا ما شاء الله. طيب هلا سؤال، يعني انت بما انك نجحتي وتفوقتي، يعني شو بتقول للمتفوقات اللي نجحوا كمان زميلاتك، وايضا لمن لم يحالفهم الحظ، يعني انه ما ايش نهايه المطاف؟ المتفوقات والناجحين والناجحات بحكي لهم ألف ألف مبارك لكم، إن شاء الله دائما مزيد من التفوق، وإن شاء الله بيكون تميز حليفكم طول حياتكم. اللي ما حالفهم الحظ، ما بدي أحكي حظ، خلينا نحكي إنه قدر ونصيبهم. يعني بحط حالي مكانهم وبشوف إنه هم بوضع ما بيستحملوا كلام، ما بيستحملوا نصائح، هم إن شاء الله بعد فترة يعني بيكتشفوا إنه هاي مش نهاية الدنيا ولا نهاية المشوار، ولسه في قدامهم كتير والحياة بتمشي. يعني طيب يعني كلمة أخيرة، شو بتقولي لولدتك في الفرح؟ الحمد لله أمي أهمي هدتني اسمي، وقاعدة برد لها، يعني قاعدة بحاول شوي شوي أرد لها يعني هذا الفرح الحمد لله. مشاهدينا متابعينا، بنكمل مع فرسان وفارسات النجاح من أبناء محافظة طول كرم، ونحن في بلدة شويكي نلتقي مع الطالبة والفارسة الناجحة والمتفوقة ماسة أحمد الزغل. أول شيء ألف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيك. يعني كيف شعور الأهل الأب والأم، مع أنه أنا سمعت قبل ما أجي هنا أنك مش راضي عن علامتك؟ أكيد بالأول إنه أنا كنت متوقع معدل أعلى من هيك، وكنت بطمح بمعدل أعلى من هيك، بس الحمد لله رب العالمين يعني برضو معدل منيح. كيف كان شعور الفرح بين أهلك، أبوك وأمك واللي حواليك؟ بالأول كان في صدمة من الجميع لأنهم كانوا بتوقعوا معدل أعلى، بس يعني بعدين فرحوا وانبسطوا على المعدل والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله يعني ناجح ومتميز، يعني في ناس كثير بحلموا يوصلوا معدل 60 عشان ينجحوا. على كل حال مبروك، لكن توجهك لأي تخصص إماسة؟ إن شاء الله يا إما طب أسنان أو هندسة. هندسة. طيب كيف كان نظام الدراسة عندك بشكل عام؟ كنت بتابع دراسة أول بأول، وكنت بخصص إنه يوم الخميس إنه أدرس أسئلة خارجية وأسئلة سنوات سابقة، وكنت يعني بخليش إشي إنه يعني أول إنه أيوة أول بأول، وقبل ما يجي الشهر كنت يعني دارسة كل المواد من قبل. طب أبوك أمك كانوا مغلبينك يضلهم يقولوا لك من غرفة لغرفة ودرسي ودرسي، ولا برنامج لحالك نظام لحالك كنت شغال؟ هم كانوا يعني واثقين فيه وكانوا بيعتمدوا علي، فلا بس كانوا يشجعوني، ما كانوا شي يحكوا لي إنه روحي أدرسي، لأنهم كانوا عارفين إنه أنا يعني حابة أدرس وحابة أجيب معدل. طيب لمين بتهدي هذا النجاح والتميز؟ بهدي لأهلي وبهدي لمدرستي أكيد، وبهدي كمان لأخوي، وبتمنى له إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله أكبر فرحتنا فيه وتخرجه
من حرس الرئاسة، وكمان بهدي لمديرة ست سميرة يونس، كان إلها فضل كبير يعني إنه إحنا أول دفعة بالعلمي بالشويكة وحققنا يعني نجاح كبير الحمد لله. طول كرم عنوان لنجاح دائما والتميز والتفوق. هذه المحافظة التي قال عنها الشهيد ياسر عرفات بأنها محافظة التفوق والنجاح، وبلدة شويكة أيضا حظيت بنجاح مميز. ونلتقي دائما مع الطالبة جواهر ثار أحمد أبو مهنة. أهلا وسهلا فيك يا جواهر، أول شيء ألف مبروك من تلفزيون الفجر. يبارك فيك. يعني يا جواهر كيف كان الخبر، الشعور الحلو أول ما سمعتي خبر التميز والنجاح؟ الحمد لله، فرحة النجاح فرحة حلوة، مبسطة، أهلي رفعت رأسهم الحمد لله. شو بتحكي لأهلك في اللحظات؟ الحمد لله رفعت رأسهم. طيب كيف كان دور الأم والأهل أثناء الدراسة؟ الحمد لله أمي كانت كثير تساعدني، أبوي، معلماتي، الفضل طبعا لربنا أول إشي، والدتي، والدي، أخوتي كمان، خواتي الصغار، كانوا يرفضوا جو حلو يعني، ما كانوا في إزعاج، التلفزيون يطفوه، كان كل شيء موفر الحمد لله. كان في برنامج معين تابعتيه ولا كيف؟ لا والله التلفزيون والنت قطعت، ما كنت أفتح، كنت بس دراسي. دراستك فيها لبرنامج معين ولا حسب ما أنت تخطط لحالك؟ عادي. لا عادي، دراسي دائما، بس كنت أريح حالي، ما كنت دائما أدرس، كنت أكل، دراسي، صلاة، كل إشي يعني، كان منظم وقتي. شو ناوي تدرس؟ بعرفش والله، احتمال بالنجاح بس لسه مش مقرر الفرق. محددي؟ لا لسه. طيب هلا السؤال، لمين تهدي هذا النجاح والتفوق؟ طبعا أول إشي لوالدي ووالدتي يرفعوا رأسهم فيه، لأخوتي، خواتي، عمامي، كل الأهل الحمد لله. كيف دور المدرسة كان معك؟ الحمد لله معلمات ما شاء الله عنهن، إلهن دور كبير إنه جبت هالمعدل العالي، معلمات إنجليزي عربي كل المواد. جواهر من كلك مبروك، وإن شاء الله طريقك يظلها جواهر حتى الجامعة كمان. الحمد لله، شكرا لك. نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد في تغطية فرسان النجاح والتفوق، ونحن في بلدة شويكي مع الطالب المتفوق والفارس مهدي عبد الغني. أول شيء ألف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيك. طيب يعني نبأ وخبر التفوق والنجاح كيف كان وقع عليكم عليك أنت؟ والله الحمد لله بتكون هاي الفرحة ده طبعا أحسن فرحة عند الواحد، وطبعا الواحد راح يعيش حياته بعد التوجيه وكل شيء بكيف. أنت كنت متوقع هذا المعدل؟ والله الحمد لله كنت متوقع، وكنت متوقع على بس الحمد لله كل شيء. كيف الدراسة كانت، دعم الأهل في البيت، المدرسة كيف كان؟ بشكرهم طبعا لأنه وفروا لي كل الجو المناسب، وما كانوا يضغطوا علي بالمرة، كانوا يعني واثقين فيه. طيب شو ناوي تدرس؟ والله ناوي أدرس طب أعصاب. طب أعصاب ما شاء الله مرة واحدة، لأنه إحنا عصبيين كثير. طبعا ولا طيب لمين بتهدي هذا الإنجاز والتفوق؟ بهدي هذا الإنجاز طبعا لأهل شعبي ولأهلي ولمدرستي ولكل الأحباب اللي ساعدوني وساندوني، ودائما الداعمين لأبنائهم حتى الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة النجاح. والد مهدي أول شيء مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيك ويخليك طول عمرك يا حي الله. شو رأيك في الفرحة والمعدل اللي بيض الوجه فيه؟ الحمد لله رب العالمين، الفرحة لا توصف. ثاني شيء انه من فضل الله انه رفع راسنا، وكان هذا هدفي وحلمي من تربيته وهو صغير، واحنا فرحانين فيه يعني، ومتراكبين هذا الاشي ان شاء الله باذن الله. شو بتهدي اليوم؟ والله كل حياتي انا بهديها. يا سلام، هاي مخلص. كل حياتي انا له، بتعرف يعني فيش ابو بيقصر في ابنه، فيش حدا بحبش يحلم بابنه انه يشوفه واصل، وكل حياتنا قاعدين من في بيها مشان اولادنا ان شاء الله. مبروك. نتكلم للوالد، اكيد الوالد هي اكثر شيء مساند لابنها واكثر الوقت معها، يعني الوالد في الشغل لكن الوالده دائما قريبه من ابنائها وفي دعمهم المتواصل. يعني كيف كان مهدي؟ الحمد لله رب العالمين، رفع روسنا وانبسطنا، وهذا اليوم المنى اللي كنا نتمناه من 12 سنة، وإحنا نقول مهدي إن شاء الله منه هو في الروضة، وإحنا نتمنى له إنه يروح طبيب، والحمد لله حقق منانا، والحمد لله رب العالمين، هذا اللي بدنا إياه منه بس. متابعينا منكمل معكم مشوارنا وأمسياتنا ورحلتنا دائما مع فرسان وفارسات النجاح. هذه المرة من بلدة باكا الشرقية، هناك ثلاث توائم للنجاح عنوان والتميز، ولكن كما قلنا دائما بأن الحمل كبير والعبء كبير عندما يكون ثلاثة توائم بنفس المرحلة وبنفس المكان والزمان وبنفس النجاح لهم عنوان. طبعا هناك التعليم عبء كبير، ووجب علينا أن نراعي هؤلاء وأن نقدم لهم الرعاية دائما من أجل أن يحققوا أحلامهم. والدهم متوفي، وأيضا لهم الرغبة في أن تكون لهم رسالة التعليم هي المستقبل لبناء أنفسهم. التوائم الثلاثة من ميس وأوس وقيس. نبدأ بميس. ميس أول شيء مبروك من تلفزيون الفجر.
الله يبارك فيك. يعني ميز ثلاث توائم بنفس اللحظة، نجاح وتميز، يعني عبء كبير أيضا. الفرحة الثلاثية كيف كانت؟ الحمد لله كانت حلوة، وكان في تعب يعني وإرهاق يعني، والحمد لله يعني صبرنا والحمد لله نلنا يعني الحمد لله. يعني تحمل ثلاثة في البيت بنفس في نفس اللحظة توجيهي، وخاصة مع إنجاز جديد 2017، يعني كيف يعني كيف يتحملوا أهل البيت غدا في التعليم، يعني التعليم أيضا؟ إيه والله يعني ظروفنا صعبة ويعني بدنا مصاريف كثير يعني، احنا حابين انه نتعلم يعني ونروح على الجامعات ويعني نفس البطن نفس النجاح. نفس البطن نفس النجاح نفس النجاح نفس النجاح. طب ميس، يعني احنا بنقول دائما ان التعليم مهم جدا ووجب، لانه ثلاث توائم يعني تكاليف ومصاريف كثيره، اكيد راح يكون ايضا للدوله وللسلطه وللحكومه ايضا لها دور في رعايه هؤلاء. شو بتوجه رساله خاصه انتم ثلاثه وفعلا عبء مصاريف كثير، شو بتحكي لهم؟ يعني انت لازم تساعدونا يعني، انه احنا ثلاثة ويتامى ويعني وبدنا مساعدة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتحقق حلمنا ان شاء الله. شو ناوي تدرسي؟ ان شاء الله رياضيات. رياضيات. طيب ننتقل من ميس الى اوس. اوس طيب اوس، يعني ميس ناجحة وانت ناجح، طيب يعني كيف كانت الدراسة ثلاثية مشتركة؟ شو تخص انت؟ شو علمي ادبي ولا كيف؟ انا واخوي علمي وميس ادبي. ميس ادبي. طيب شو بتقول يعني مع فرحة النجاح رغم انه عبء كبير جدا؟ والله الحمد لله فرحة كبيرة خصوصا بعد الاجتهاد يعني، وانا اخوي قيس كان يدرسني يعني، والحمد لله يعني الواحد اجتهد وصبر ونال. طيب شو ناوي تدرس انت؟ يعني ان شاء الله هندسة بناء يعني، او نوع من انواع الهندسة. طب هل هناك لديك القدرة أيضا في البيت رغم الظروف؟ يعني والدكم متوفى أيضا. والله القدرة يعني معدومة تقريبا، لأنه إحنا أيتام يعني وعلى أمان الشؤون يعني هيك يعني ما بنقدر نسجل في جامعات الثلاثة خصوصا يعني. طب شو بتوجه رسالة؟ أنا بوجه لهم رسالة يعني إحنا ينظروا إلينا يعني نظرة كويس، إنه إحنا يعني ثلاثة أيتام يعني محتاج يعني إحنا محتاجين للمساعدة أكثر من باقي الناس يعني اللي بياخذوا منح. الحمد لله يعني إحنا محتاجين لمنحة أكثر من غيرنا. طيب يعني كيف والدتك كان ساعدتك كان ساعدكم؟ يعني لما يعني كنا أمور لما نذهب للامتحان نوتبك يعني أمور الواحد يعيط يعني خوف من الامتحان، كانت هي تباسينا هي تعلمنا ساعدنا يعني دلنا كيف نروح نقدم امتحان ندرس. والدة كم أخو بنت؟ أنتوا كم أخو بنت؟ إحنا يعني إحنا ثلاث أولاد. وبنت وهذه بنت وهذه ثلاثة. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب قيس، يعني أنت معدل أيضا عالي جدا ما شاء الله. الحمد لله معدل 98.4. اجتهد الواحد هذا تعب 12 سنة والحمد لله، وناجو إن شاء الله منحة يعني إنه الواحد حيال بس روح يدرس ما يهتمش ويهتم وروح يشتغل ويعني مصاريف وتعب وهاي يعني، بس إن الواحد الحمد لله الله يوفقنا ونكمل المشوار. شو ناوي تدرس؟ انا ان شاء الله ناوي ادرس طب، مش مهم اي جامعه، المهم يعني منحه ان شاء الله بدنا مساعده الحمد لله. طيب يعني قيس، يعني الطب بده مصاريف كثيره، انا عارف، لهيك بوجه رساله لكل واحد بيقدر يساعد انه يدعمنا ان شاء الله، والله بوافقه والله بضيعلوش تعب، وان شاء الله يعني الرغبه هاي مش من هسه، هاي رغبه من الصغر ان شاء الله يعني الطب، فناوجه المساعده. طب شو بتقول لوالدتك في هاللحظات يعني في ظل غياب والدك سنوات طويله وانتم ابدعتوا كثلاث توائم بنفس البيت؟ الله يعينها والله، وان شاء الله ساعدتنا كثير، وكانت زي ما قال اخي انها بتهدينا وبتدعمنا وشو ما بدكم حاضرين ان شاء الله، وكانت تساعدنا وتوجه لنا الدعم يعني. بنكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا دائما من شاشة تلفزيون الفجر الجديد، نتواصل معكم وهذه المرة زحف إلى بلدة النزلة الشرقية ونلتقي مع الطالبة المتفوقة. هذه الهشام كتانة معدل 99.1 فرع العلمي. أهلا وسهلا فيك، أول شيء مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيكم. شكرا. هديل، يعني كيف كان المعدل وكيف يعني الأهل كيف تقبلوا، مع أنه أنا بعرف أنكم من عائلة متفوقة أيضا؟ الحمد لله أكيد كانت فرحة كثير كبيرة، وكنت متوقع العلامة يعني الحمد لله. طيب كيف نظام الدراسة؟ أهلك كيف وفرك الأجواء؟ أكيد كان اهتمام من أهلي، وخصوصا أمي وأبوي وأخوتي وخواتي كثير ساندوني، وأكيد المعلمات والأساتذة المدرسة كثير كانوا يعني مهتمين ومتقبلين الوضع الحمد لله. طيب شو ناوي تدرس؟
أنا حابة أدرس طب إن شاء الله، بس حسب التسهيلات يعني. حسب التسهيلات قدرة. نعم إن شاء الله. طيب لمين تهدي هذا الإنجاز التفوق؟ أكيد بهدي لمدرستي، مدرسة الذكور نزل الشرقية، ولأمي وأخوتي وخواتي وصديقاتي أكيد. والوالدة. أبوك وأمي. نعم. وأهلك. طيب اسمعي، انصح الطالبات كيف أنت وصلت للمعدل، شو بتقولي لهم اللي جايين على السنوات القادمة في الثانوية العامة، شو انصحيهم عشان يوصل لهالمرحلة هاي؟ أكيد الالتزام بالدراسة من بداية السنة، وبعديها الأمور راح تتسهل في فترة الشهر، يعني عادي راح تصير الدراسة بما أنه إحنا منظمين دراستنا من البداية، وأكيد تنظيم فترة النوم والاستيقاظ هذا إشي مهم. مع التفوق في الثانوية العامة إنجاز 2017 ليان، أول شيء مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيكم ويسعدكم وشكرا لكم. ليان، يعني كيف شعور الأهل وكيف لما أجت العلامة؟ في البداية أنا أجتني العلامة على مسج الجوال. قبل ما يعلنوا العشرة الأوائل كنت أنا أنتظر أني أكون من العشرة الأوائل، فقبل ما يعلنوا العشرة الأوائل أنا عرفت نتيجتي 98.4 الفرع العلمي، فأنا تفاجأت أني كنت أطمح لأكثر. أولها هيك يعني اتفاجأت بحالي، بس بعدين قلت الحمد لله الذي من علي بهذا المعدل الرائع، وحصلت على أني كنت ترتيبي على المدرسة الثانية. مبسطت كتير، والأهل أصلاً فرحوا لي كتير كتير، وكل الدار صارت أجواءها فرح وسعادة، والكل وناس بعاد أزوني، ويعني كان الجو كتير رائع. طب كيف كان دور أبوك والدتك معك؟ كان مغلبينك يعني أدرس ودرس ولا لحالك؟ لا بصراحة أنا كنت أدرس مني لحالي، وكانوا هم لا لا أبدا، كانوا هم بالعكس يحكوا لي هدي وما تتوتري، وأنا كنت يعني لسه بفترة التوجيه كنت ريلاكس أكثر من أي سنة مضت، وكنت أعتمد على أنه ربنا ما بضيع لنا تعب. أنا درست بكل السنوات الحمد لله، وكنت دائما متفوقة ومعدلاتي قريبة على 98 و99 وهيك، فكنت مطمئنة نوعا ما، ولكن كان كنت أبذل جهد، ما كان يعني هداوتي ما كانت تخليني إني أركن، أو تفوقي في السنوات السابقة إني أركن، لا كنت أبذل جهد لأنه توجيهي بده جهد وما بده بس ذكاء، وأبدا الواحد لا يعتمد على الذكاء. أهلي كانوا كل شيء يوفروا لي يعني على مدار 24 ساعة، يعني خلال فترة تقديم الامتحانات، خلال عطلة الصيف اللي أنا درست قبل التوجيهي بشكل جدي جدا، كانوا معي يعني يحسسوني إني خلص توجيهي، ويعني يعطوني كل شيء، يوفروا لي كل شيء، أجواء البيت تكون هادية، خلال فترة تقديم الامتحانات يعتنوا بغذائي ويتابعوا أوقات استيقاظي من النوم وهكذا. حلو، أهم شيء الغذاء. أكيد. طيب ليان، يعني أنت وين راح تتجهي، لأي تخصص؟ بعد ما درست التوجيه وشفت التفرعات ودرست الموضوع بشكل جدي وشفت ميولي ورغباتي، حاب أدرس الطب البشري عن ميول ورغبة بصراحة. يعني عمري يعني قبل سنوات ما كنت أفكر بالطب كثير، بس لما تفرعت بالفروع الموجودة بالمدرسة، يعني شفت الأحياء وشفت الكيمياء، حبيت هاي المواد، وحبيت المهنة الإنسانية أنها تكون تساعد كل الناس، والشغل الجميل يعني، وحبيت نوعية الدراسة اللي فيها، فأنا حابة أدرس الطب البشري وإن شاء الله بالتوفيق. يعني عشان الكليكوز والإبر كمان يعني تخصص. طيب لمين تهدي هذا الإنجاز والتفوق؟ الحمد لله رب العالمين، معدلي من فضل من رب العالمين، بس وبهدي نجاحي بالمرتبة وبالدرجة الأولى لأهلي، لأنهم يعني ما بدي أحكي كلام جميل عن الوالدين كما هو معروف، والدي يعني كل واحد بيحكي عن أبوه أو أمه أحسن ناس، بس الحقيقي يعني إنهم هم فعلوا أشياء فوق الطاقة، يعني ضحوا الحمد لله رب العالمين، يعني ما يعني فوق مستواهم، فوق طاقتهم، فوق قدراتهم، ما خلوا لي أستاذ، ما احتجت لشغلة، يعني كنت أحسن من ناس بكتير، يعني كتير الحمد لله رب العالمين، كانوا فوق يعني أكثر من رائعين.
نجاح جهودهم كانت حصاد سنوات سابقة، يعني ما كان اهتمامهم فيي مش بس بفترة التوجيهي، قعدوا معي 18 سنة كاملات وهم بيعتنوا فيي، حتى ماما بفترة الحمل كانت تعتني فيي، وطبعا بكل اخوتي، فاهتمامهم فيي بكل لحظة من كل تفصيل من تفاصيل حياتي كانوا فيه وكان لهم دور كبير. بهدي كمان نجاحي لبعض الأساتذة اللي كانوا رائعين جدا، أولهم أستاذ أبو الراتب، أستاذ رياضيات عبد الرحمن شقير، كان سهر معانا ليالي، كنت أتصل فيه مثلا على الساعة 12 يجاوبني أي سؤال، كان يحسسني بأهمية سؤالي، ما يستهين ولا بسؤال، يحكي هذا سؤال ممكن يجي، كان يشعر طالب التوجيهي إنه أنت حقك، يعني هذا رح يحدد مصيرك. كان كتير رائع. بشكر أستاذ أحمد الصباح، أستاذ الكيمياء، أستاذ عقل نجيب، أستاذ الأحياء، المعلمة الرائعة غيدة أبو عيشة، أستاذ معلمة الفيزياء. بشكر الأستاذ جمال الصوي معلم اللغة العربية، والأستاذ حاتم السفاريني أستاذ اللغة الإنجليزية، وكمان أستاذة بسمة عطير وأريج الكرمي معلمات في اللغة العربية. وطبعا بتقدم كل شكري وتقديري لمدرستي الحبيبه، مدرسه العدويه الثانويه، وطاقمها من معلمات والمديره المدرسه ست ماجد القباج على كل دعمهم النفسي اكثر شيء، وطبعا عطائهم المتميز وتدريسهم رائع. شو اسمك انت؟ زينه. شو بتقولي ليان عشانها متميزه؟ بقولها الحمد لله، مبروك والحمد لله على هذا انك تفوقت. يعني تكوني موجوده محلها واقابلك نفس الشيء؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله يا زين. زين ولا زينه؟ زينه. زينه يا عيني عليك يا زينه. طيب احنا بنقول لك من تلفزيون الفجر الف الف مبروك لك، ومنهني والديك ايضا بهذا التفوق والنجاح. مشاهدينا متابعينا بنكمل معكم تغطيه مباشره دائما لفرسان النجاح في محافظه طول كرم، ومن ابناء التفوق والنجاح طول كرم دائما المتميزه وفي بلده ارتاح. نلتقي مع الطالبه جيلان سمير الطني. اول شيء الف مبروك من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيكم يا رب. يعني كيف كان الشعور عند سماع يعني النتيجه، الوالد الوالدة كل اللي حواليك كيف كان؟ طبعا الحمد لله، فرحة النجاح أحلى فرحة، الشعور فيها أكيد لا يوصف. طبعا لما تشوف أهلك اللي حواليك مبسوطين لك وفخورين فيك إنك جبت هاي النتيجة، أكيد طبعا الشعور فيها أكيد لا يوصف. ما شاء الله عليك، يعني فعلا لازم تكوني. شو تخصصك؟ بدك شو بدك تدرسي؟ هندسة إن شاء الله. فكرتك صحافي لأنه ما شاء الله عليك. طيب يعني كيف كان نظام الدراسة عندك في البيت؟ الحمد لله كانت الدراسة أهم شيء، تكون الدراسة منتظمة، الدراسة أول بأول، المتابعة اليومية. طبعا في كانوا كتير طلاب يركزوا إنه يدرسوا شتتوا حالهم بأسئلة خارجية، طبعا أهم شيء التركيز على مادة الكتاب، بعدين إذا ضل واحد معه وقت يتفرج على أسئلة خارجية ويتوسع أكثر. طيب لمين تهدي هذا الإنجاز وهذا التميز والتفوق؟ طبعا بهدي هذا النجاح أول إشي لأسرتي، لأهلي، لبابا وماما، لأخوتي. بهدي هذا النجاح لمدرستي، مدرسة بنات العدوية الثانوية، ممثل بمديرتها ست ماجد القباج، لمعلماتي اللي ما توانوا ولا أي لحظة إنهم يقدموا لي المساعدة ولا إنه يترددوا في إنه يجاوبوا على أسئلتي. بهدي هذا النجاح لأسرتي، لعائلتي. أنا بقول لك من تلفزيون الفجر ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. برضو حابة أشكر كمان مدرستي، مدرسة ارتاح الثانوية، ومدرستي مدرسة ارتاح الأساسية برضو، اللي كان لهم دور في إنه يوصلوني لهذا المعدل ووصلوني لهاي المرحلة. يعني ناوي تكوني محاضرة زي أبوك ولا كيف؟ لا. مش ناوي تكون محاضرة؟ لا. طيب إذا نحن نقول لك دائما مبروك ونتمنى لك النجاح من نجاح لنجاح حتى في الجامعة. شكرا لتلفزيون الفجر الجديد. شكرا.